السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا مواليد 1967، حسن مصطفى الحمصي من حماة، جراجمي باب النهر. كان عمري 15 سنة يوم ما زرت حماة الكبرى، واللي جرى نهار 2/2/82 نهار الأربعاء بالليل شي الساعة 12 بالليل، صحينا نحن نايمين ببيوتنا، صحينا على طق رصاص. يوم صحينا على طق رصاص يعني بالحارة والشارع برا، طلعت العلم، شو بدها تشوف العلم؟ العلم قطعوا الكهرباء دغري، قطعوا الكهرباء علينا، قطعوا الكهرباء كمان كانت البلد في عنا سراسر، نحن عبات بالشوارع، في عنا مخابرات، نزلوا مخابرات على قلب الشارع، نحن شايفينه من قبل هذا الحكي، شايفين السراسر كانوا تبع هذا الخنزير رفعت أسد، عدنا الأسد شو عرفني لو بنمشي حي ورا، وصار رصاص وصار العالم، طلعنا من الشارع عساكر ومخابرات عبد أويس. يا اخي نحن ما في شيء حوالينا، رجعنا على بيوتنا، صار القصف هون، صار القصف علينا، ابري العالم مدنيه نايمه ببيوتها، صار القصف عليها، مدفعيه تضرب ودبابات تضرب، طيران حربي صار يضرب فينا، طوقوا البلد، طوقوا البلد، ما خلوا نسام الهواء يدخل على البلد، مستحيل البلد يدخل عليها شيء قد ما طوقوها، حرمونا من كل شيء، من كل شيء الله خلقه حرمونا. اجا بدهم يقودوا البلد كامل، اباده جماعيه للبلد، اسعاف الجرحى هل نقدر نسعفوه؟ هل كباريه تبوتنا يسعفوه؟ اللي له خبره، في ممرض، في ممرضه، في دكتور عندنا بالحاره يسعفوه، الا ما في ترى ثلاث ارباع العالم تموت، ما في حدا يشيله. لا بخلونا نطلع على المستشفى، ممنوع التجول. اللي بيفتح باب داره يطلع يذبحوه فورا، يذبحوه يعني، يا اما الله يفك هالزلمه اذا له عمر يطيب، ما له عمر ترى بالجرح يموت، معنا ادويه. بعد منا دخلوا علينا، ما في مي ولا في كهرباء ولا في تلفون ولا في خبز ولا ما في كل شيء، الله خلقه ما حرموا علينا كل شيء، دخلوا علينا شباب كل شيء كل شيء، ها من فوق 12-13 سنة على الحيطان، والرش شغال، يطالعوا قدام الحريم، قدام أمه، قدام خواته يذبحوا الزلم، قدام نسوان يذبحون على الحيطان. عزل يا أخي عزل، شباب عزل، ما أنا مستوعبين إنه هذا الشيء يصير. وشاهد يعني حرمة إذا حامل يضرب له بطنه بالحربة، إلا هذا اللي بطنك إخوان للحرمة، إلا يقص إيدين الحرمة من هون يقصوا له إيدها مشان يطلعوا سوارات الذهب، حلق بدانين النسوان يشدوها شد هيك ياخدوها. هذول الخنازير هذول ما شايفين شيء، ولا بيعرفوا النعمة، اجوا على حماة شافوا الخير وشافوا الرزق وشافوا كذا، ما استوعبوا هذا الحكي كله. في عندنا مطعم بحماة اسمه مطعم الغزالي، حصروا العالم بالطابق التحتاني وشعلوا النار فيها، حرقوا الزلم، حرق الزلمه ما 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 تبطلوا نص متر، هذا الحكي شوف عيني انا، انا شفتهم الزلم حارقينه تحت مطعم الغزالي بالطابق التحتاني، شوف عيني انا، فهمت علي شلون؟ الاباده الجماعيه، حصروا العالم مدرسه غرناطه، يمسكوا الزلمه، انت اخوان اعترف، يغتصبوا مرته او بنته او اخته قدام عينه، الزلمه يعترف اجباري عنه مشان كرامي، لكرامته ما يقدر يعترفوا لا بقت ولا كل شيء، الله خلقه هو ما لا اخوان يعترف على حاله انه اخوان او انه شال سلاح بس مشان كرامته، ولا هو من الاساس ما له علاقه بالسالفه هي كلياتها، بس يعترف مشان كرامته، يحطوا له اخته او بنته قدام عينه، نظام خنزير. اجت سيارات زدتوا سلاح ابواب الجوامع، سيارات زي عسكريات
جابوا سلاح وزتوه على باب الجوامع، وجابوا عالم من عندهم حطون على الجوامع وين في وين في مؤذن جامع، جابوا من داره طلع عدي سي حي على الجهاد، صار يسوع للعالم حي على الجهاد وسلاح على باب الجوامع حطوه. انتخذ الزلم، انتخذ الزلم شاد سلاح مشان يحرضوا العالم، مشان يحرضوا العالم انه هيد بلد مسلحه. فهمت علي شلون؟ هن اللي جابوا سلاح وهن جابوا مؤذنين اجباري عنهم ادنوا بالجوامع يصيحوا الله اكبر حي على الجهاد. انا سمعان هذا الحكي، نحن مره شفنا في عندنا مؤذن جامع جمنا جارنا رشوم، عندنا ثلاث اربع مشايخ بالحاره كلها ذبحوها، كلها رشوها قدام اهل الحاره، كلها قدام النسوان قدام الزلم رشوهم الحاره. القتله شهداء الله يتقبلهم، الشوارع كلها عبوها، حارتنا في حارتنا من فوق اكثر من 36 شب بس بالشارع تبعتنا هذا ذبحوه. بس التقوا الزلمه ملتحي شوي عمي، نحن ما صارت اخوان ولا صارت شيء، هاي السالفه شوف عيننا بس لانه ملتحي انه هذا صاحب دين او هذا بيصلي او هذا، هاي السالفه كلها ذبحه صاريت الذبحه بده يربوا سوريا بحمان. ما يدق الباب، ما يدق الباب، بوب 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 اشتغل ضرب بالبرد من برا، في حدا ورا الباب؟ ما في حدا ورا الباب، يرشوا يفوتوا يفوتوا، لا يحترموا لا شيء، لا يحترموا كبير لا يحترموا صغير لا يحترموا حرمه، لا في ستر لا ما في، يعزلوا الزلم مع جناب، يعزلوا الزلم مع جناب والنسوان مع جناب. اغلب الذبح يصير بقلب الدور، بقلب الدور يذبحوا الزلم بقلب الدور. شاب انت فوق 10 سنين 12 سنه يعني، هذا اللي ياخذوه اعتقلوه هذا الله فكهم الذبح، اعتقلوه العالم عنده بحماه في بعد 18 سنين و15 سنه و20 سنه، في عالم لهالساعه هي من 82 لهلا محبوسه لهالدقيقه هي اللي عم بحكيكم اياها، لهلا احنا ما بنعرف وينها، في مفقود وفي محبوس، مفقود ما بنعرف وينه، محبوس مبعوثين على عوائل خاصه، في عندنا عوائل بحماه انطفت، نسوان مع زلم مع اطفال مع بنات كلها خاصه طفوها طفو. كل مساجد حمام بطل ولا بجد حمام هدوه، كل مساجد حمام هدوه، بس قبل ما يهدوها ديروا بالك نهبوها، دي سيارات عسكريه شوف عيني هاد العكي، يعبوا يعبوا يشيلوا سداج المصاحف، هدول الخنازير المصاحف شقوها ويدوسوا عليها، هدول الوحدات والعلويه يشقوا ويدوسوا عليها، نهبوا المساجد، تريات المساجد يسرقوها، نهبوا ما خرجوا المساجد بعدين يهدوها، الكنائس هدوها، عندنا ثلاث كنائس بحماة هدوها، يعني ما نفذوا المسيحية، ما نفذوا انه مساجد أكثر من 100 مسجد بحماة، أكثر من 100 مسجد هدوه نهبوه بعدين هدوه، والكنائس هدوها. يعني يشعل الزلمه هو طيب قدام مرته واولاده، شلون هذا الحكي بيصير؟ شو الاجرام هاد؟ انساها، يوم اللي ياخذوا البنت من قدام ابوه وامه، شوف عيننا هذا عاد شفناه، يوم اللي يشقوا بطن الحرمه، حرمه يشقوا بطنها وهي حامل وطيبه يشق لها بطنها، هذا اخوان طفل من تالي الطابق حبيب كيفاته عداه مع الدار، من تالي الطابق من رابع طابق يعمل هيك يكبه من على البرندة، زت الطفل من على البرندة اللي انت بدك تطلع مستقبلك اخوان ويكبه من على البرندة. حي الكيلانية حي قديم كثير عندنا بحمام، قديم كثير يعني، في شوارع طرقات بحي الكيلانية زلمتين يلا يلا يمشوا جنب بعضه، حوار قديمة، هات ما قدروا يقتحموه ما قدروا يدخلوه، هات بادو إبادي طيران مدفعية دبابات هبطوا كله فوق بعضه، هاي الكيلانية برازية تلتين حماة باتوا بالأرض هدموها كلها، تلتين حماة هدموها. شو اليوم أتعب لك 350 ألف كانت تعداد حماة، وذبحوا ذبحوا ذبحوا فوق 100 ألف بالتركسات، جابوا تركسات وجابوا قلابات
صار شو الزلم زلم على حريم على اطفال كلها بالتركسات يجدوها بالقلابات مقابر جماعيه مسرحيين مقابر جماعيه مسرحيين اللي زتوه بالعاصي زتوه والباقي مقابر جماعيه يا رجال وجه العاصي صار وجه المي قتل قد ما فيش الشهداء قد ما زدتوا على يا شباب كارثة العصر ما زرت الدنيا كلها تهي 82 بحماه لهلا ما صار مثل حكاية تعطاري يعني ما بقول لك حرب العالمية الأولى حرب العالمية ولا أنا شغلة جنب حماه جنب نزرة تهبيت حماه الشيء اللي شفناه ما بنقدر نوصفه غيره يعني نحن ما عم نقدر نوصف الشيء اللي شفناه